صح اسعلي عليها يا ما. هتجيها؟ هتجيها. لا مكتوب باء كفي انت عاد. أنا اسمي مهند، عمري 12 سنة. المدرسة بحياتي ما فتت، والمدرسة ما أعرف شو أشكل، وأريد مدرسة، أريد أتعلم، وأريد أن اسمنا ما نعرف نكتبه، ما نعرف نطلع على هالجبل، ننزل نرتاح شوي ونرد نطلع، نجيب كيس الحطب وننزل. يعني حس اسمي ما أعرف نكتبه، أريد مدرسة، والله بجت المدرسة على جيب بيها حطب، الدفتر والقلم ما أعرف شو شكله، ما أشوف غير المدير قابله. أطلعها على جبل الشتة، أحط بها حطب وأنزلها، بس ما نعرفش غير الجبل. حتى واحنا نايمين الحلب بالجبل. تعقل الكلمات كبار. هتجيهن؟ ما نعرف. شنو السبب ما تعرف؟ ما قعدنا بالمدرسة وما نتعلم. أنا أحمد فيصل حمود مصطفى، عمري 12 سنة، أحنا شرقي. إحنا هين بالمخيم ساكنين. بحياتي ما كنت المدرسة. لا والله ما كنت المدرسة ولا في حياتي. تعرف تقرأ؟ تعرف تكتب؟ لا والله. شنو لا والله؟ ما أعرف لا أقرأ ولا أكتب. ما صير عندنا مدرسة بس نتعلم كلمتين، لما ننزل تحت نعرف نقرأ نعرف نرجع. أنا مثلي صف رابع وجاي يفوتون على المدارس وينجحون، أنا لازم ألحق صف رابع، ما فت على المدرسة ولا أعرف المدرسة. اسمي محمد، عمري 10 سنين، أنا مريف حماس شرقي. فتت على المدرسة؟ تعرف المدرسة؟ ما فتت عليها ولا عرفها، جابوا لنا كتابات حطيناها بالصوب وصرت أطلع بالشنطة على الجبل أحط بيها حطب. ما أعرف خالص، ما أعرف. تعرف تقرأ؟ تعرف تكتب؟ تعرف؟ ما أعرفش، أطلع على الجبل أجيب شيء الشنطة أعبي بيها حطب أحطها بالبيت وأرد أطلع، بس ما أعرف غير الجبل. أتمنى أن نقعد بالمدرسة ونتعلم الكتابة والقراية. أنا اسمي محمد حمود العقوب، من ريف حماه الشرقي، صار ينازح بالمطرح هذا ما يغالب عنه 7 سنين. وبالنسبة للأطفال هاي بيعدنا شيء 60 خيمة، يعني مو يغالب من شيء 200 طالب، ما يعرفون القلم والدفتر إلا عند مدير المخيم يشوفونه وبيده. واحنا بحاجة مدرسة طفلنا هاي شنو ذنبها؟ شنو يعني غير كنا طالعين هالحطب نازلين بدال الشنطة ما يحطون بها الدفتر ويجون على المدرسة ده يطلعون يحبون الحطب بكتوفهم. وده حق الوضع شنو؟ احنا صارنا 7 سنين بهالمطرح هذا ما شفنا المدرسة خالص، الأجيال هاي ما شافتها، غير شافت القلم والدفتر بيد المدير المخيم، انهم يشوفونه ويقولون شنو هذا بيده كويس. واحنا اليوم مثل ما قال عندنا شيء 200 طالب، احنا بحاجه مدرسه، بحاجه قرفانه، بحاجه خيمه، بحاجه تخيو قبوسه، المهم اطفالنا هذولا انه مثلا يتعلمون كلمه بابا ماما دادا الله محمد، ما يعرفوش، يعرفون هالجبل، يطلعون يجيبون حطب ويجون ينامون ينام ببرد الجو، خيو يطلعون هالحطب، هاي شغلتهم، هاي مدرستهم.